وحكيم سواء في مسارها وعلى الصعيد المقاومة ضد الجرائم الصهيونية والإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان وأيضا على الصعيد السياسي؟ البته بر آشكار و واضح هست بيش از چهار جنگ و در وكرانة هیچ دستاورد ملموسی برای رژیم صهیونیستی و آن نداشته آه طبعا آه واضح للعالم آه باجمعه بانه بعد مضي اكثر من اربعه اشهر على هذه الحرب والإبادة الجماعية ضد أهالي غزة والضفة الغربية فإن الكيان الصهيوني وداعميه لم يحققوا أي إنجاز ملموس بهذا الشأن ایالات متحده آمریکا همزمان در دو مسیر حرکت میکنه ان الولایات المتحده الامریکیه فا تتجه في مسارين بشكل متزامن مسیر اول تداوم ارسال مستمر سلاح و مشارکت در نسل کشی در غزه است المسار الاول هو استمرار ارسال الاسلحه الى الكيان الصهيوني والمشاركه في الاباده الجماعيه في غزه والمسار الثاني هو الحديث عن التوصل لحل سياسي ما به سراحت می گویم اگر آمریکا به دنبال آرامش در منطقه هست راهکار آن توقف نسکشی، جنگ و جنایات در قزه و کرانه باختر است نحن نقول بی کلی بانه اذا امریکا تتطلع نحو ارساء الهدوء في المنطقة فاليه ذلك وحل ذلك هو وقف الإبادة الجماعيه والجرائم وهذه الحرب ضد غزه والضفه الغربيه از مقامات لبنان وجناب خصوص تحولات داخلی لبنان گزارشات امید نحن تلقينا تقارير جيده من المسؤولين في لبنان وزميلي معالي الوزير السيد بو حبیب. جمهوری اسلام ایران جز خیر برای لبنان نمیخواهد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تريد الا خيرا للبنان